Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie pour une vidéo nouvelle. Alors, la vidéo de la dernière, je vous la réponse à la question d'elle. Pourquoi vous avez quitté votre entreprise? Elle est sortie de la خدمه اللي كنتي déjà خدام فيها. غادي نشوفوا بعض النصائح باش نجاوبوا مزيان على هذه الكيستيون. غادي نشوفوا كيكو ريبونس اللي نقدروا نعطيو على هذه الكيستيون. بقاو حتى الاخر. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, oh, le marat, la chaîne, mais tu sais où je suis, 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 tu sais où هي انا ما خصناش جامي نهضروا بالمال على لونتربريز اللي كنا خدامين فيها حيت الاغلبيه عندهم هذه الفكره اللي غلطه ديال انني الا هضرت بالمال على لونتربريز الاخرى غادي نبين لوغريتور كو المشكل ما كانش مني انا دونك كان في لونتربريز وغادي نبقى فيهم وغادي غادي يخدموني ديكو راني نجحت في هاد لا كيسيون alors que c'est faux هو العكس تماما لي ريكروتور كيكونوا سوليدار بيناتهم في هاد القضيه هادي يعني كنقول الا هضرتي بالمال على ديك لونتربريز اللي كنتي خدام فيها غيجي واحد النهار اللي غادي تهضر مع غادي تهضر عليا بنفس الطريقه دونك هادي اول حاجه ثاني كونساي هو انك ما خصكش تلعب الدور ديال الفيكتيم حيت الناس عندهم فكره فريمون غلطه بزاف كيقولوا يا بنت الريكروتور بلي راني انا كنت ضحيه غادي نبقى فيه و سي بون غيدوز كيستيون واحده اخرى اي العكس تماما بحال النصيحه الاولى العكس تماما انا ما غاديش نبغي نخدم عندي شي واحد لي لوزور اللي ما كيوصلش لي زوبجيكتيف ديالو الوغ كاينين بزاف منا كيجاوبوا على هاد على هاد لا كيستيون كيقولوا بلي انا كيتيت لونتربريز اللي كنت فيها حيت كانوا قالوا لي غيزيدوني واحد 100 درهم سالير وما زادونيش ولا كانوا قالوا لي غادي ندوز لواحد البوست واحد اخر وما نزتش دونك الا بديتي كتجاوب بهذه الطريقه غادي تبين له بلي راه لي زوبجيكتيف نتا درجه اللي كتحط ما كتوصلش ليهم دونك هو ما عندوش انتغي انه يوظفك دونك هذا هو الكونساي نيميرو 2 الكونساي نيميرو 3 سي كيل فو با مونتير ما خصناش نكذبوا علاش لان الريكروتور اللي قدامك دوز ديجا اون فورماسيون على الكوميونيكاسيون نون فيربال يعني على التواصل الغير اللفظي يعني غير من كيفاش كتحرك كيفاش كتشوف غير بالاشارات ديالك يقدر يعرفك واش كتكذب ولا لا دونك نحاولوا ما امكن اننا نتجنبوا نكذبوا ما الا كنا مضطرين اننا نكذبوا لاننا خرجنا بواحد الطريقه ماشي هي هذيك من لونتربريز فين كنا حاولوا ما امكن انكم تبقاو في لو ميم طون باش كنتو غاديين في الاول حيت كتلقاه ديجا سولك دوطخ كيستيون في الاول بريزونتي فو لي زافونتاج دي زانكونفينيون تا تا تي تا 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 كتلقى انا ماشي بواحد لو طون هكا غادي نورمال كالم ومن بعد ملي كتجي هاد لا كيستيون ديال بوركوا فوز افي كيتي فوتخ انتربريز كنبانيكي دونك سوا كتطلع لو طون سوا كتهبطو دونك حاولوا ما امكن انكم تدربوا تخليو لو طون غادي كيما كان في الاول باش ما كنبينولوش بلي راه كاينه شي حاجه انورمال في لا ريبونس ديالنا او الكونساي ما قبل الاخير دربو مزيان على هاد لا كيسيون هادي دربو مزيان على لا ريبونس ما تمشيوش حتى لونتروتيان وعاد تبقاو تبانيكي وتبقاو تفتفو لانه ديجا انا كنت وقعت لي كنت جو بونس لا دوزيام اكسبيريونس ديالي كانوا طالبين ديجا دي بيرسون اكسبيريمونتي دونك انا هاد لا كيسيون كانت كتجيني زعما راه ما خصهمش يقولوا علاش خرجتي من السونتر ولا من الخدمه فين كنتي حيت سي بون لقيت شي حاجه ما احسن عندكم داكشي علاش جيت دوكو ما وجدتش لهاد لا كيسيون زعما سبيسيالمون هاد لا كيسيون هادي ما شفتش فيها مشيت وكانوا كنطرح عليا لا كيسيون بانيكيت شويه مي الحمد لله كان عندهم البوزوان كان فريمون عندهم بوزوان دو لي بيرسون اكسبيريمونتي داكشي علاش داز كيسيون واحده اخرى وزنا الحمد لله دونك حاولوا ما امكن انكم تبريباريو لهاد لا كيسيون حاجه واحده اخرى ايفيتيو داك لا ريبونس لي كيكونو ستاندار لي كلشي كيقولهم وديجا غالطين ديال باسكو لو سالير دو باز ولا لو سالير بلوز امبورطون كو لو سالير كو جافي في ديك لونتربريز فين كنت يعني كتقولو بلي السالير خاصة لي نتوما كتبروبوزيو مهم على داكشي لي انا كنت كناخد هاد لا ريبونس تقريبا كلشي كيقولها مي حنايا بغينا نبانو بلي حنايا هما لي كانديدا ايديال غادي نلعبو على دوطخ ريبونس لي غادي تخلي ريكروتور اختارك دونك غادي نشوفو لا ريبونس تو دو سويت الوغ لا ريبونس نيميرو 1 ولا لا انسور نمبر 1 هي لو بوست كو فو بروبوزي كوريسبون كومبليتمون ولا بارفيتمون ا مي بوزوان
هذه سي اون ريبونس جينيرال اللي نورمالمون ما غاديش تخلي الريكروتور انه يكروزي ويزيد يقلب على دي كيستيون وحدين اخرين عندهم علاقه بهاد لا بهاد لا ريبونس يعني بدا يقلب على الديتاي لانها جينيرال زعما لو بوست اللي كتقل لو بوست اللي نتوما مقترحين هما داكشي اللي انا كنقلب عليه داكشي علاش دفعت دونك هادي سي اون بون ريبونس مي الا بغينا نبانو بلي حنايا هما البروفيل دوموندي غادي نحاولوا ما امكن بينو دوطرو زافونتاج اللي كاينين في البيرسوناليتي ديالنا يعني نقدروا نقولوا جي ديسيدي دو بارتير بور فير ايفولوي ما كارير هاد لا ريبونس كتبين بلي انت اون بيرسون لي امبيسيو طموح و موتيفي يعني اون بيرسون لي موتيفي بالعربي مشات ليا Donc, j'ai décidé de quitter pour faire évoluer ma carrière parce que j'ai constaté que mes envies n'étaient plus en adéquation avec le projet de l'entreprise. Yani, c'est que j'ai quitté l'entreprise, mais après, j'ai quitté ma chambre, dès que j'ai dit qu'elle me rendait. Dès que j'ai sorti, j'ai dit que dès que j'ai dit qu'elle te proposait, ouah, dès que j'ai libéré, j'ai rien dit. Donc, j'ai dit à la réponse numéro 2. Je suis la réponse numéro 3. J'avais le sentiment d'avoir atteint un plafond. Il y a des choses qui sont dans le travail, c'est le max. Il y a même quelque chose qui est dans le travail, c'est le max. Il y a des choses qui sont dans le travail. J'avais le sentiment d'avoir atteint un plafond et j'avais besoin de nouveaux défis. Il y a des choses qui sont dans des connaissances d'aide ou là, j'ai des défis d'aide. Il y a une personne qui est dans le travail. Qui aime les challenges. Donc, elle dit la réponse numéro 3. Monsieur, la réponse numéro 4. Réponse numéro 4. Et là, tu peux te faire l'astuce. À quoi le monsieur qui a dit deux offres d'entretien. Tu avais dit juste les questions, juste les réponses. Mais elle a dit, tu as dit deux offres la question. Elle a dit parfaitement. غادي نمشي للبوست اللي هما طالبين غادي نشوفو البروفيل دوموندي هما شنو كي يطلبوا في ديك لا بيرسون اللي باغيين يوظفوها مثلا باغيين حنا شي واحد اللي كيعرف يدير الماناجمنت دونك غادي نقول هاد لا ريبونس هادي جي ديفلوبي تيل كومبيتونس ديك لا كومبيتونس هي الماناجمنت جي ديفلوبي مثلا جو مي سوي ديفلوبي في الماناجمنت اي جي انفي دو لو براتيكي سور تيران سور تيران هو لو تيران ديالهم هو لو نوفو تيران ديالهم يعني كتبين له بلي راه ديجا غياخد اون بيرسون اللي عندها ان سافوار فير اللي عندها هذيك الكاليتي اللي نتوما كتقلبوا عليها دونك هذه بالنسبه ليا سي اون تري بون ريبونس اوسي نشوفوا اون سانكيام كي سخا لا دارنيغ مي من بعد الا كان عندكم اسئله بطبيعه الحال الا كنتو باغيين زعما دوطخ ريبونس نقدر نشوفوهم انصامبل في شي فيديو واحد اخر غير باش ما نزيدش نطول الفيديو اكثر J'aurais aimé pouvoir utiliser davantage mes compétences, mais le poste ne le permettait pas. Yani, hadchi علاش خرجت من لونتربريز اللي كنت فيها حيت انا ديفلوبيت بزاف ديال لي كومبيتونس مي لي ميسيون ديالي في لو بوست اللي عاطيني هما محدودين يعني ما نقدرش انني نخدم داكشي كامل اللي كنعرف داكشي علاش جيت عندكم باش تستغلوني الماكس تستغلوني الماكس او تستغلو كاع لو سافوار فير ديالي donc كان هذا هو الفيديو ديالها ولا كانت هذه هي لا فيديو ديالها هضنا اللي شفنا فيها كيكو ريبونس ou quelques conseils là les questions d'elle pourquoi vous avez quitté votre entreprise نتمنى انني نكون فدتكم و اذا كانت هذه اول مره غادي تدخلوا على شان ما تنساوش تشتركوا وفعلوا الجرس فعلوا الجرس باش ان شاء الله غدا غادي ندير لكم فيديو جديد نشوفوا دوطخ كيستيون وشكرا بزاف بارطاجيو لا فيديو الى بغيتو تعمموا لانفو لدوطخ بيرسون باش يستافدوا حتى هما اكسلون جورني